للمزيد حول الوضع الاقتصادي المتردي في العراق وحديث الحكومة عن الاقتراض لحل الأزمة وأثر ذلك على الاقتصاد العراقي على المستويين المتوسط المدى وطويل المدى، ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور سعد محمد عثمان. دكتور سعد، بداية مرحبا بك. اللجنة المالية البرلمانية تقول إن عجز الموازنة المالية للعامين المقبلين سيبلغ نحو 20 مليار دولار، يعني هل انخفض أسعار أو انخفاض أسعار النفط هنا السبب الوحيد لهذا العجز أم أن هناك أسبابا أخرى؟ مرحبا بك ومرحبا بجمهور المستمعين. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور، نسمع تفضل. هو خلينا نبدأ بالإجراء اللي هو الاقتراض. إجراء الاقتراض هو ليس إجراء برلماني، هو إجراء اقتصادي خاص بالحكومة. نعم. فبالتأكيد هو الدين العام في العراق أعتقد أعلى من هذا الرقم، يعني رقم كبير العجز اللي هو 20 مليار، لأن هناك مصادر تتحدث أن الدين العام في العراق تجاوز 130 مليار دولار، 41 مليار دولار هي ديون معلقة، و65 مليار دولار هي الدين الخارجي اللي يعترفون بهما الآن رسمياً، و36 مليار دولار هي الدين الداخلي. على العموم الاقتراض هو عبارة عن فشل في إدارة الأموال، والأسباب واضحة، يعني هم يلجؤون إلى أسهل الطرق لتمويل العجز المالي من خلال الاقتراض، والاقتراض ممكن يكون مشروع لو كان يتجه إلى استثمارات وخاصة في هيكل الإنتاج المشوه اللي كان يشكل نسبة عالية هيكل الإنتاج الزراعة والصناعة والخدمات سابقا، كان الاعتماد على النفط لا يصل إلى هذا المستوى اللي هو 95%، ولكن كما ذكرت في تقريرك هناك آيات خفية تمنع أي تطور في الاقتصاد العراقي ويستمر بالاعتماد على عوائد النفط التي تذهب إلى مشاريع الفساد والسرقة، وأولها الرواتب العالية اللامعقولة حتى بالمقارنة بأغنى البلدان. أزمة الموظفين، على ذكر الرواتب، لا تزال أزمة الموظفين الفضائيين أيضا، والفساد، يعني أزمات الفساد تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي كما يرى مراقبون اقتصاديون. ما الذي يمكن أن يوفره محاربة الفساد للميزانية؟ محاربة الفساد ممكن أن يسترد مليارات الدولارات كما حدث في الكثير من البلدان، رموا رموز الفساد إلى عربات النفايات وأجبروهم على إعادة الأموال، ولكن إرادة غير متوفرة، يعني مجرد قرع الناقوس لمحاربة الفاسدين. يا أخي الفساد الآن يفتخر العراق، كان ثالث دولة في الفساد، الآن أصبحت الدولة الأولى اللي فاسدة ماليا، يعني هذه مشكلة كبيرة تعبر عن شراهة الحكومة في تمويل أركانها، أركان الإدارات. يعني مثلا أنت لو تلاحظ نفقات أي مسؤول بالعراق هي نفقات تفوق أي مسؤول، هذا جزء من الفساد. الشغلة الثانية هي العقود الوهمية، الفضائيين، طيب. الرشاوي. ما هي يعني العوامل التي تمنع إغلاق منافذ الفساد في العراق؟ ويعني واضحة هي الـ يعني الأجندات السياسية اللي تعتبر المنافذ الحدودية موزعة، وحتى قسم من منافذ تصدير النفط اللي تعتبرها هي إيرادات لتمويل أنشطتها، فهذا لأن غياب القانون وغياب السلطة هو اللي سمح بهذا الشيء، وكذلك غياب الوعي، يعني هذا اللي يقوم بهذا العمل هو يضر بلده بالدرجة الأساسية يعني لأجندات أخرى، يعني ستسقط هذه الأجندات إن شاء الله. بعض المتخصصين يقولون أن العراق قد لا يحصل على القرض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار، يعني ما هي المقدمات التي جعلتهم يصلون إلى هذه النتيجة؟ شوف، هي القروض خاصة من المؤسسات البنكية الدولية مقرونة بشيء يسموه الطاقة الاستيعابية اللي تحكمها 4 عوامل، أهم هي القدرة على السداد واتجاه القروض. يعني الاتجاه القروض وين؟ الاستثمار. يبدو أن هذه القروض تتجه إلى قصة الرواتب والأجور، فعليها تعترض المؤسسات الدولية. ممكن أن يخرجوا من هذا الموضوع بالاستدانة من بعض الدول الحليفة، وما أعتقد هذه الدول هي تأخذ لا تعطي،
هذا الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هو الدين العام، يعني الاقتراض من البنوك اللي قرروه تقريبا 15 مليار، هناك فوائد وهناك أقساط تزيد، يعني راح يزيد الطين بلة، راح يزيد يعني ميزانية 20 أو 21 ستتحمل أعباء أكثر من السابق. شنو نتائجها؟ نتائجها كارثية طبعا، راح ينخفض قيمة الدينار حتى لو استعانوا بالاحتياط اللي موجود بالبنك المركزي. يعني الآن هو الدينار دي يفقد قيمته بشكل يعني متدرج، الآن وصل أعتقد 1250 إلى آخره مقابل الدولار. كذلك أنه يعني اللي راح يصير يعني إضافة للتضخم وإضافة لهذا، أنه راح يصير تراكم للعجز ربما يتعاقب على أجيال أخرى، فراح يصير فشل في إدارة الأموال نتيجة هذه الالتزامات. يعني هي الطريقة السهلة للإدارات التي لا تعي مخاطر هذا، وهو موضوع اقتصادي كان مفروض يعطى إلى اقتصاديين يدرسون آثاره، لأنه هو ممكن أن القرض يصير تنشيط للاقتصاد. ولكن هم كان عندهم البديل، أولا سيطرة على المنافذ الحدودية، ثانيا تنشيط القطاعات الإنتاجية الزراعة الصناعة، سياسة ضريبية يجب أن تكون بشكل تصاعدي على الدخول العالية، تقليل رواتب وامتيازات الوظائف. يعني يقال أن فقط المنافذ باليوم 6 مليار دينار يدخل كذا، يعني لو نحسب هذه فد مورد كبير. رواتب الفضائيين تقدر ب 18 إلى 20 مليار، يعني شوف أنت العجز هذا يمثل رواتب، فتحتاج حزم وإدارة مخلصة للبلد تعمل على مصلحته وينحل الموضوع مش بالسنوات بالشهور. فمشكلة مشكلة إدارة أكثر ما هي مشكلة. العراق بلد غني من أغنى البلدان في العالم، يمتلك موارد مش بالضرورة تكون نفط، موارد أخرى لم يجري الاستفادة منها على مدى 17 سنة. من أبو ظبي الخبيرة الاقتصادية الدولية دكتور سعد محمد عثمان، نشكرك شكرا جزيلا انضمامك إلينا في هذه الجولة.